الشارع بتاعتنا وخلص علي عليهم حتى يقعدوا في الشارع. البداية كانت بتجمع مبسط مفروشات على الأرض أمام مستشفى بحري. نبت سوق الاثنين هناك كأي سوق، لكن ذاك السوق صادف قرارا محليا بأن ينقل إلى ميدان 3 سين، ولعل الاسم المجرد هذا لم يعجب قاطنوه وأصحابه. السوق نشأ سنة 66 قدام مستشفى الخرطوم بحري، كان يسمينه سوق الاثنين، وفي هذا الزمان كان المتر بريال وخمسة قروش بنبيع قدام المستشفى، اسمه سوق شمش سوق الاثنين. بعدين عرض علينا السلطات المسؤولة سنة 66 67، وعملونا الرخص سنة 68، وقالوا صدقنا لكم ميدان اسمه ميدان 3 سين. الميدان قمنا خططوا لنا الميدان ده وعملونا أكشاك بالزنك، والواحد بيدفع إيجار في الشهر جنيه. ومن ذلك الزمان يعني بنينا وطحنا فيهم 25/5 سنة 70 في يوم جمعة أتذكر بالتحديد. فبعد ما جينا في السوق هنا استمرينا فترة من الزمن، تاني قاموا قالت يتبني بمواد ثابتة. سنة 83 من الزنكي اتحول إلى مواد ثابتة بنينا بالطوب الأحمر، ولغاية السوق يعني بقى جنبه حتة مشهورة اسمه محل سعد قشرة، منزل في ناحية الغربية من الميدان. وقلنا سعدنا من ذلك الزمن ليه سموه سعد قشرة ومكان ميدان 3 سين في الرخص ذات، قالوا الحتة في أمان اسمه سعد. بعدين سعد ده كان بيته بجالوس كده وقام قشر البيت بالطوب الأحمر، وقولوا سعد قشر، قشر شنو قشر البيت، بقى الميدان صار سعد قشرة، أخذ الاسم سعد قشرة. بدل 3 سين بقى ميدان 3، ميدان سعد قشرة، بدل ميدان 3 سين بقى ميدان سعد قشرة. ولغاية يومنا هذا لنا فيه أكثر من 40 عام تقريبا، والحمد لله لغاية اليوم احنا على قيد الحياة وممارسين عملنا في السوق، والحمد لله على كل شيء. ثم استوى سوق سعد قشرة متخذا اسمه الجديد وشهرته كذلك، فتزاحم عليه الناس وأصبح معلما يغشاه كل لحاجته. ففي السوق حتما تجد مبتغاك من العطور البلدية وتجهيز العرسان إلى لب البطيخ والتسالي والطواقي، مرورا بأرقى الأزياء والأقمشة والستائر. فكل رب أسرة داهمته طلبات أهله أيام عيد ما عليه إلا أن يتحسس جيوبه جيدا ويتخذ وجهته إلى بحري، هناك حيث سعد قشرة. فسعد صالح من اليمن، فإن كانت الحكمة يمانية فالدكان الناصية في السودان وقدرة الفول هي أيضا يمانية. أنا قدرية سعد صالح قشرة ابنة المرحوم الله يرحمه سعد قشرة. أساسا هو والدي دخل هنا السودان من العشرينات، في العشرينات يعني، ويتزوج هنا من أمي، من هنا أمها سودانية ومن أب يمني،
وعشنا في السودان لغاية تاريخ اليوم، ونحن ولد ثلاثة من البنات ولد اللي هو علي سعد في المملكة العربية السعودية، درس هناك ويتخرج الحمد لله ويتزوج بأولاده في الجامعات، برضو أخواتي تزوج والحمد لله وبناتي، وعاش هنا يعني حمل الاسم ده يعني بطبايعه وبكرم ومن أصله، لأن الناس يعني أساسا كانت ماخدة عن فكرة البيت ده الاسم ده طابع للبيت يعني من طابع البيت، لأنه البيت الوحيد اللي كان من الطوب الأحمر، والناس افتكرته كانت في البيوت من القشرة حقة الطوب، أخذوا الطابع ده قالوا عشان بيته مكشور من الطوب ده اسمه كده. لكن لما جونا بتاعين الجرايد والتلفزيون وليد ليون جزيل الشكر عرفوا يعني الاسم ده طابعه شنو، أساسا هو لغب، لغب من أصل اليمن، هناك برضو عنده هناك منطقته ذات حاملة نفس الاسم من القشر، هناك عندهم في القشر اليمني ده زي البن زي ما تقول القهوة هنا بيعملوه هناك أساسا، والمزارع حقتهم طلع الاسم ده حق الجدود يعني أخذ الاسم بالطابع ده من الاسم، والحمد لله عاش هنا لغاية ما توفى. يعني كانت يعني ما بقدر أوصف الصفات، صفاته حميدة وكريم يعني كريم كرم وفياض، يعني لو قعدت أوصف ما بقدر، والله ما بقدر أوصف يعني أكمل ما بقدر، والحمد لله. زي سعد صالح قشرة، أنا بنته الثانية الثالثة، أبوي أبوي الله يرحمه يعني كان سبحان الله شهرته لغاية حسي ما راحت يعني برا وجوا، وكان راجل كريم يعني ما شاء الله عليه، وذكرته هو ميت وذكرته حية سبحان الله، من الجيران ومن الحبان ومن الأهل ومن كله. يعني لو انت طلعت في اي محل وقلت انا بالسعد قشره يقول لي انت بالسعد قشره، اقول لهم ايوه انا بالسعد قشره سبحان الله، اقول لهم بس اسم السوق حقكم، لا السوق ما حقنا، اسم يعني اسم باسم ابوي سبحان الله. اتذكر انا كان مغتربه يعني في السعوديه، قعدت ومعي جاراتي هناك في السعوديه وكلهم كانوا حواليا في مناسبه وبنتونس، في عيد قعدتنا قاموا كلهم راحوا، راح وين الجماعة دي كانوا قاعدين جنبي يقولوا لي والله ده، قلت لهم دي بالسعد قشرة، دي واحدة من صاحباتي بالسعد قشرة. يا جماعة ليه فتوا مني؟ قالوا لي احنا ما بنقدر عليك، السوق ده كله حقكم، جاي السعودية ليه مغتربة؟ طيب